بالنسبه لهاد الكاميرات ديال هاد لي بوست اندرويد جداد، دابا في حاله ما الا كانت مبغاش تخدم الكاميرا كاين واحد لوبسيون تقريبا هنايا ديال الكاميرا، بحال دابا الا كانت عندنا هكا درنا كاميرا دابا ماشي كتكون كدير بحال ما هاد المشكل هذا باش تردوا البال. هاي دابا كاميرا كتبقى كدير بحال هاد المشكل، الكاميرا اللي كانت كدير بحال هاد المشكل هذا يعني كتقدر دير لك بحال هكا ولا كدير بحال هكا. الدفاع الروسية قالت في تقريرها اليومي انه يعني كتقدر دير بحال هذا البروبليم هذا سيطرت على بلدة لوزوفات. انا نوريكم كيفاش انه تقدر تريق الكاميرا ديالك، يعني كتجي تقريبا السيتينغ يعني ريفيرس فيديو سوليوشن سيتينغ، كتجي للبوست اول حاجه كتدخل كدير 4-8 واط كي كتدخل كتجي البروتوكول بارامتر سيتينغ كتجي ريفيرس فيديو سوليوشن سيتينغ اوكي وكتمشي ها انت كاين هادو كتمشي لهنايا لهاد البال وكتردها هنايا اوكي الى لقيتيها بدايه من يوم الى لقيتيها ننتقل الان حيث حالت ما لقيتي الكاميرا عندك هنايا ولا في هذه ولا في التي في 30 ولا شي حاجه راه ما تخدملكش غادي تجي ريفيرس فيديو وكدير ان تي اس سي باسيكام وكترد هكا وراه كتخدم لك الكاميرا ان شاء الله وكتيسر الامور وديما ختمو كتمدينا بالصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على رسول الله وسلم.